صبحي ومحمد مجدي قفشه واليو دياند اليو ديانج. نبدا برمضان صبحي. رمضان صبحي طبعا يعني بدا بدايه الموسم كان واحد من النجوم، اعتقد ان هو كان ممكن ياخد افضل لاعب في الموسم لولا الاصابه كمان. يعني لعب 6 مشاركات في الدوري مع النادي الاهلي ب 436 دقيقه، احرز 4 اهداف وصنع هدف، يعني مساهم في 5 اهداف في 6 مشاركات مع النادي الاهلي، رقم كويس جدا. صنع 4 فرص. نبص بقى على رقم المراوغات الناجحه، ما شاء الله 25 مراوغه ناجحه في 6 مشاركات، يعني بيعدي رمضان بيعدي الاربع مراوغات الناجحه في الماتش الواحد. المحاولات على المرمى، ودور هنا ريني فايلر معاه في تطويره ساعه ما اتكلمنا عليه قبل كده، ان هو عامل 16 محاوله في 6 مشاركات، يعني بيعمل 2.6 محاوله في الماتش الواحد، رقم كويس جدا. دايما كنا بننتقد رمضان في المواسم اللي قبل كده ان هو ما بيروحش على الجون، الموسم ده اتطور ومسجل 4 اهداف وبيروح 16 محاوله على المرمى في 6 مشاركات بمعدل 2.6 محاوله، وبالتالي المحاولات الصحيحه كمان 10 محاولات. قطع الكوره الدور الدفاعي عند رمضان 32 مره، حصل على اخطاء 11 خطا، دقه التمريرات القصيره 90%، عدد التمريرات الطوليه 24، وده برضو بياكد الرؤيه والجماعيه اللي كان بيعملها في الجبهه اليوم اليسرى القويه مع علي معلول. نسبه دقه التمريرات الطوليه 8/10، ارقامه في الدوري ممتازه، ولو كان كمل كان هياخد افضل لاعب في الموسم بلا منازع يعني. كذلك دوري ابطال افريقيا رمضان لعب مع النادي الاهلي الموسم ده 3 مشاركات، احرز هدف، معدل صناعته للفرص في دوري ابطال افريقيا 2.5، رقم مميز، وده على فكره يعتبر قريب من رقم سيرينو لعيب سان داونز. متوسط محاولاته على المرمى 0.5 محاوله، دقه تمريراته 87%، متوسط مراوغاته الناجحه، واحنا قلنا هناك بيعدل 4، هنا في الدوري بيعدل 4، في دوري ابطال افريقيا 1.5. ميزه رمضان كمان في الالتحامات والقوه البدنيه، بيكسب في دوري ابطال افريقيا 5.5 التحام ثنائي كل 90 دقيقه. لو بصينا كمان احنا معانا هدف ليه اللي هو جابه في الانتاج، ده بيترجم الارقام دي كلها. اللي هو القطعه اللي قطعها رمضان صبحي اهو، ده الدور اللي هو كان بيعيد، ده كنا دايما بنتكلم ان اجاي بينزل يفضي تحت مساحات وقفشه، رمضان بيقطع في العمق في المساحه الفاضيه، المساحه الفارغه اللي فض او الفاضيه اللي فضها له جونيور اجاي في ظهر المدافعين. وبالتالي رمضان ده كان واحد من نجوم الموسم، وطبعا بالتاكيد نتمنى باذن الله ان هو، اعتقد ان هو ان شاء الله يكمل كمان، يعني نجدد له العاره كمان باذن الله. رمضان واحد من المواهب الصاعده بقوه يعني، واحد من النجوم، واحد من افضل اللعيبه في مصر بكل التاكيد رمضان صبحي. طيب نتمنى رب كمان في حاجه شخصيه رمضان اصلا مدير فني بصراحه، عودته مدير يعني قائد في ارض الملعب، مدير فني في ارضيه الملعب رمضان صبحي لوحده، وبالتاكيد عودته هتفرق كتير جدا ان شاء الله في الفتره الجايه تحديدا في دوري ابطال افريقيا. احنا محتاجين السنه دي ان شاء الله نحقق دوري ابطال افريقيا. طيب محمد مجدي قفشه خامس الصفقات. محمد مجدي قفشه ارقامه ممتازه مع النادي الاهلي، يعني انا كنت في المفاضله بصراحه، انا بشوف ان ديانج وقفشه السنه دي ارقامهم عاليه قوي في الصفقات.